مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين وتغطيه مميزه من تايم لايف لختام كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. وصلنا لفقرتنا الاخيره، فقره ويكاند. كل يوم بيكون معانا نجم حقق انجازات وحطم الصعوبات، ولكن النهارده نجمنا مش لاعب، ده اكتر من لاعب. نجمنا النهارده هو المنتخب الاولمبي اللي نجومه كان شعارهم ويكاند وهم بيتالقوا في بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وبيصولوا ويجولوا في استاد القاهره وقدروا يقدموا مباريات قويه نالوا من خلالها احترام وتقدير كل الجماهير المصريه. شعار ويكاند قدر المنتخب الاولمبي يحقق الانجاز التاريخي بالتاهل لاولمبياد طوكيو 2020، وده بعد ما فاز طبعا على منتخب جنوب افريقيا بثلاث اهداف نظيفه. نفس الشعار شعار ويكاند نجوم المنتخب الاولمبي عندهم اراده لتحقيق ان شاء الله اللقب النهارده. أصبح المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب البطولة الأفريقية تحت 23 عاما المقامة على أرض مصر، عندما يلتقي اليوم مع كوت ديفوار في المباراة النهائية المقرر إقامتها على استاد القاهرة، وستدعم أكثر من 70 ألف متفرج. المنتخب الأولمبي قدم مشوارا مميزا بالبطولة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات بداية من مرحلة دور المجموعات، عندما فاز على مالي بالافتتاح بهدف دون رد، ثم تفوق على غانا بالجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب على الكاميرون بختام مرحلة دور المجموعات بهدفين مقابل هدف، ثم حقق الهدف الأسمى بالفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة بالدور قبل النهائي، ليضمن الفراعنة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020. هذا وقد حقق الفراعنة أرقاما مميزة خلال مشوارهم بالبطولة، بعد تسجيلهم لتسعة أهداف في أربع مباريات، واحتل مصطفى محمد مهاجم المنتخب صدارة الهدافين برصيد أربعة أهداف، وانفرد اللاعب المنتخب بجوائز الأفضل خلال المباريات الأربعة، حيث حصدها مصطفى محمد في مباريتي مالي والكاميرون، وفاز رمضان صبحي بالجائزة في مباراة غانا، وحصدها بلقاء جنوب أفريقيا عمار حمدي. ومع المسيرة المميزة للمنتخب الأولمبي طوال البطولة، ورغم حجز تأشيرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو وضمان التواجد في الحدث العالمي الكبير، إلا أن الجميع باللقب الأفريقي بالبطولة التي أقيمت مؤخرا على أرض مصر أيضا. المنتخب الأولمبي لسه شعاره ويكاند أكيد عشان يواصل رحلة التألق النهاردة في المباراة النهائية وحصد لقب البطولة إن شاء الله. خلينا أقول لحضراتكم حلم بدأناه كلنا مع بعض كجمهور وإعلام ولعيبة وجهاز فني. حلم بدأ بالتشكيك في جهاز منتخبنا الأولمبي مع الكابتن شوقي غريب وكلام كتير جدا في البداية، ولكن مع بداية أولي ابتدى الحلم يكبر، الحلم يزيد. بعد الروح والأداء والعزيمة اللي شفناها من رجالة منتخبنا الأولمبي، الكل كان واثق من ده. كنا بنطلع نقول الجماهير المصرية تكون مالية الاستاد عشان عارفين إن منتخبنا منتخب رجالة. ال11 لاعب اللي كانوا موجودين في الملعب رجاله، ال21 لاعب كلهم رغم كل الظروف الصعبه اللي واجه كابتن شوقي غريب من اصابات من انتقادات كل حاجه، في النهايه كابتن شوقي غريب قدر يتغلب على كل ده عشان يقدر يظهر بالصوره اللي كانت امام حضراتكم من خلال المباراه. اسب بالجمله من البطوله، مش مكسب ولا اتنين، كسبنا جيل محترم، جيل يقدر يكمل المسيره ان شاء الله مع منتخبنا الاول مع كابتن حسام البدري. كسبنا جمهور مصري اللي ظهر مره تانية بشكل كبير جدا، قدر يرجع ويقول انا موجود وانا اللاعب رقم واحد في كل المباريات. ان شاء الله النهارده هنشوف حفل ختام يليق باسم مصر، يليق باسم منتخب مصر اللي كلنا امال وكلنا طموح. انا واحد من الناس بتمنى النهارده ان احنا نتوج بكاس الامم الافريقيه 2019 تحت 23 سنه عشان احنا نستحق، مش عشان هي موجوده عندنا، احنا فعلا نستحق كاس الامم يكون بيرفعه النهارده قائد منتخبنا الاولمبي رمضان صبحي بجانبه كل الرجاله واحد واحد، بدايه من كل اللعيبه اللي كانت موجوده، حتى اللعيبه اللي تم استبعادها مصطفى شوبير، احمد حمدي، ناصر ماهر للاصابه، كل اللعيبه اللي تم استبعادها كل ده هيكون موجودين النهارده عشان نحقق حلم واحد وهو التتويج بكاس الامم الافريقيه ان شاء الله. منتخبنا قدر يوحد جماهيرنا المصريه كلها، خلاص نسينا التعصب،
جماهير الزمالك دلوقتي بنشوف حاله غريبه جدا، فرحانه برمضان صبحي، جمهور الاهلي فرحان بمصطفى محمد، ودي يمكن الحاله كانت غايبه عننا، ولكن في النهايه منتخب مصر هو اللي بيحطنا قدام الحاله دي عشان نطلع كلنا نقول موجودين مع منتخبنا الوطني اولمبي، منتخبنا الوطني الاول ان شاء الله يقدر كمان يحقق نتائج بقى ايجابيه في الفتره اللي جايه. كل دي مكاسب لجماهير الكره المصريه. ان شاء الله باذن الله هنطلع بكره نبارك لمنتخبنا ونطلع نحتفل مع رجالتنا واخواتنا من منتخبنا الاولمبي. مشاهدينا وصلنا كده لنهايه حلقتنا النهارده، ولكن لسه مستمرين معاكم على مدار اليوم اكيد، وتغطيه مميزه على مدار اليوم لمباريات النهارده، بدايه من المباراه الاولى غانا وجنوب افريقيا، ثم مباريات منتخبنا الاولمبي امام منتخب كوت ديفوار. كل التوفيق وكل الامنيات بالتوفيق، واكيد استوديو تحليلي قوي جدا بقياده الاعلامي الكبير كابتننا كلنا كابتن احمد شوبير، ان شاء الله هتتابعوا كل ده على شاشه تايم سبورتس، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من تايم لايف. دمتم في امان الله.